الواقع بتاعنا في الخمسينيات، وبفتكر ان عندكم حد معاناه المعاناه دي فيها، وانت كان يبدو انكم شاركت الشاعر فيها. الاستاذ احمد حسنين الباين نعم. انه اللحن بتاع الاغنيه فيه اجتهاد، وبالنسبه للخمسينيات بفتكر جيد. اللحن ده بتاعك؟ لا، اللحن ده بتاع الاستاذ الكبير برح رضي الله. الاغنيه دي لما الفها الاستاذ الكبير حسين اصحى منصور الفها، وزي ما بقول هو فصلها لي التفصيل. يعني قال لي بفتكر انه ما في زول بيقدر يعني يصور لي الاغنيه دي في اللحن في الغنى الا انت، اللحن لك برعي وتأديها انت. وليه اختارك بالذات يعني؟ لانه نحن اصدقاء لك حلف من ثلاثه مع بعض الاثنين، وصديق لي، وبنقعد في نادي الخرطوم جنوب الثقافه، وهو كان صديق وتحل معانا مع بعض، ورجل حساس. في الفتره دي كان هو الف اغنيه لحسن سليمان اسمها الملاك الساكن جوا قلبي حزارك، اوعى تحرق نارك دي عشك ودارك. يمكن تكون دي ثاني اغنيه لي اداها حسن سليمان، بحكم انه حسن سليمان وتخرطوم وصديق له، وبيقعد معنا في النادي بتاع الخرطوم جنوب الثقافي. وبعدين انا اداني الاغنيه دي، حتى حسن سليمان ذاته كان معجب بها جدا، فاداني لها وكان مديها، وقال لي برا دي تديها الفنان محمد حسن تلحن له. وفعلا جينا وقعدت انا مع الفنان برا في منزله هنا في بانت ده، كان فيه جديد يا دوبه، ومعانا العازف الكمانجا المشهور بدر التهامي. فقعدنا قعدتين، القعده الثالثه انا كنت حافظ الاغنيه. في الفتره دي كان برعي منقول للقاهره في السفاره السودانيه هناك سنه 56 55 او اخر كده. والله بدون مقاطعه، ايوه، هو السرعه في تلحين الاغنيه دي، وانك يعني ابتديت تغنيها، ايوه، ده له علاقه باسمك ابو سريع يعني التسمية اللي دعم ده براو ابو سريع دي برضه انا سموني ابو سريع برضه في نادي الخرطوم جنوب او في بوفيه عبد الدهب ده. كنا بنقعد مجموعه ونقعد جماعه. في اللحظه دي يا استاذ رحمي كانت تصدر في مجله مصريه اسمها الاثنين، فبتصدر فيها قصه، بتنشر فيها قصه مصريه، مجله مصريه، بتنشر فيها قصه اسمها للفنان ابو سريع. الفنان ابو سريع ده كان راجل قياف وكده وانيق، وبيحب يعني الغنى ويحب يعني. فبعدين قاموا قالوا والله يا اخي قصه ابو سريع بتطبق عليه. فمن دي من الفتره دي بالذات اولاد الخرطوم يقول لي ابو سريع، يعني من ناحيه الوجاهه يعني من ناحيه. شفايك يا مزين قواي، شفاي قلبي جبر هواي، شفايك يا مزين قواي، شفاي قلبي جبر هواي. للشاعر بتاع الاغنيه نفسه. لا كنت عايز اقول حاجه بسيطه، انه كنا بنعزف محمد حسنين جدا، يعني احنا الشله دي، وكان ساكن في الديوم الشرقيه ونحن ساكنين في الخرطوم، فبنتكبد مشاق اننا نمشي له نقلعه من بيته بيجي يغنيها علينا، ومش غنى واحد يعني، قول المره الاولى الاغنيه دي، بعد شويه نقول قولها ثاني وثالث ورابع لحد ما هو يتعب ونحن ذاتنا نتعب. طيب يا استاذ رحمه، ده بيعني انه الاغنيه الواحده دي اللي انتوا بتتكبدوا المشاق، فانكم تمشوا جوا محمد حسين من المسافه البعيده دي، ويقعد يردد لكم هي مره والثانيه والثالثه ورابعه، قطعا عايشين فيها. اه طبيعي، اذا فاهم القصه بتاعتها.
إذا أنت تقول لي والله شوف المجتمع الزمن ذاك يعني كان متماسك خالص يعني، والناس بتعرف أن الشاعر الفلاني ذاك بغني لشنو، الشاعر الآخر بغني لشنو، زي مفهوم كده. فالأخ شاعر الأغنية دي كان يعني فاهمين إنه مشبوب العاطفة، وطبعا الزمن ذاك ما كان في سفور زي دلوقتي، في شيء من الحجاب لسه، السفور يا دوب كان داخل جديد. فيعني الواحد شاعر إنه في معاناة يعني، يعني الشيء اللي بيحبه ده يعني ما قادر يعمل معه وصال بتاع حي زي دي. فلذلك تشعر إنه أكثر أغاني ولا عند محمد حسنين أو غيره فيها المعاناة، فيها الشوق، فيها المكابدة كده يعني. والله يعني شوقتني الأغنية دي كونكم تسمعوها بالطريقه دي. طبعا مره واحده ما زينا زمان سبع مرات. ايوه فحقه يعني محمد حسنين كمان خلينا نسمعها. شكرا يا شيخ. يا ناس انتوا بالدموع وخلوا النار بالضوء.